طب انا هقول لحضرتك على، انا هسالك سؤال قد يبدو سؤال وقح وممكن يبقى قاسي وممكن يبقى ليه الذوق، ليه بس؟ بس انا عارفه ان انا يعني اي حد ممكن يتبادر لذهنه السؤال ده. انتي ست جميله ومش كبيره في السن، اي حد يقول بكره هتتجوز، بكره تتجوز، ممكن تتجوزي؟ بصي منى، الموضوع اساسا انا متجوزه اوريدي، يعني ما ينفعش حد يكلمني في جواز، انا متجوزه وهفضل متجوزه طول عمري حسين الامام. يا بختي، الله يرحمه حبيبي، يعني يا ما بختي انا. يعني هو انت استفدتي في قد ايه؟ هو كان حد حنون ومحب وكريم ومعطاء ليكي ولعيلتك، واعتقد ان هو كمان بياخد المردود ده حتى وهو مش على وش الدنيا. ده حقه، انا شايفه ان ده حقه.